حياكم الله جميعا، إن شاء الله في هذا الفيديو سوف نقوم بعمل مراجعة لأحد الإيربودز الشهيرة من توزو وهو تي 10 الأبجريد وهو النيو فيرجن. مبدئيا يكون في الأول عندنا في المانوال، أولا بيكون في المانوال وطريقة الاستخدام لهذا الجهاز. في البداية بيأتي الجهاز بأولا التشارجنج في الإيربود نفسها، جهاز مفترض فيه 2 لأن أنا استخدمت هذا الجهاز قبل ذاك، ف المفترض الاثنين بيكون في الاول هنا، والشارجنج كيز لوحدها. الجهاز بياتي ده كده الاولا التشارجنج كيز، وده الايربود نفسها، ده مكتوب الليفت وده الرايت، ده الليفت ده الرايت وده الليفت. طريقه الاستخدام بقى، ده بيكون في هنا ليد بتقيد لون ازرق واحمر على حسب ده اللون الأحمر. فإذا طريقة الاستخدام ده كده، لو بتقيد لو أحمر مستمر هكذا، فإذا ده بيشحن مستمر. طبعا اللون الأزرق الموجود في الموجود في التشارجنج كيز ده كده بيدل على نسبة الشحن في الكيز نفسها للأذن ما تكونش الأعلى. فإذا ده كده الرايت. طبعا الهيدفونز من الأشياء مش هينفع نعملها مراجعة غير بالتجربة، لكن الاستخدام عن طريق بلوتوث عن طريق أي جهاز سواء كان آيباد أو أندرويد أو آيفون، من ميزات هذه الإيربودز إنها ووتر بروف. بطريقة الاستخدام لهذه الإيربود ده كده لو الليفت، خلينا نشوف الرايت. ده كده الرايت، نفترض إن يكون الليد للأسفل هكذا، وبنلفها هكذا. طيب ده كده الليفت. الليفت لو ضغطنا ضغطة واحدة بلاي، ضغطنا ضغطة واحدة توقف، زي في الموزيك وفي الكول. اولا في الموزيك ضغطة واحدة بلاي، ضغطة واحدة بيكون بالإيقاف. ممكن الكلام ده يكون موجود هنا في الإرشادات. تمام، الكلام ده موجود في الإرشادات. حتى في الكول أنصر ضغطة واحدة وهولد المكالمة، نفضل ضغطين هولد. كيفية عمل باتن كنترول للإيربود، بلاي ضغطة واحدة وضغطة واحدة إيقاف، ضغطتين نيكست أوديو، ضغطة واحدة مطولة لإنكريز فوليوم أو زيادة الصوت. التلت ضغطات هي عبارة عن voice control. في المكالمة ضغط واحد أيضا مكالمة الهولد، بتعمل هولد وضغطة مطولة عن هولد. ده كده كانت مراجعة بسيطة للإيربود وهي من شركة توزو وهي تيتن. أتمنى يكون هذا الفيديو مفيد، وإلى اللقاء في عدة فيديوهات قادمة.